خالد درواشي رئيس فضاء مدرب المقاولين الشباب. اليوم تنعيش في الأجواء ديال الدورة التكوينية الأخيرة واليوم الاحتفالي ديال توزيع ديال الشواهد على المستفيدين من سلسلة التكوينات اللي نظمها فضاء مدرب المقاولين الشباب في مجال المواكبة المقاولاتية لفائدة 40 مستفيد ومستفيدة من هذا المشروع اللي كان العنوان ديالو كيفاش تنجح مشروعك. هاد السلسلة ديال التكوينات يعني شملت جميع المناحي ديال الحياة المقاولاتية، من تطوير الشخصية المقاولاتية للانفتاح على العالم الرقمي والتكنولوجيا الحديثة والدور ديالها في المجال ديال المقاولات. كانت دورة خاصة في هذا التسويق الإلكتروني، أيضا كانت دورة أخرى عندها علاقة بالأساسيات ديال الإنشاء ديال المقاولة وبناء الشخصية المقاولاتية. استكملنا هذه سلسلة الدورات التكوينية بهذا الاحتفال وبهذا الحفل اللي حضروه مجموعة ديال الشركاء ديال الجمعية، وفي المقدمة ديالهم برنامج فرصتي تابع للمنظمة الدولية للهجرة، واللي في حقيقة كنشكرهم شكر جزيل على المجهود اللي بذلوه معنا في توفير المساعدة والدعم التقني والتأطير والمكونين اللي عطاو قيمة مضافة لسلسلة التكوينات اللي نظمها فضاء تمو دبي. كنحييو أيضا يعني السلطات المحلية في شخص السيد باشا المدينة والسيد رئيس المقاطعة الرابعة بالمدينة على الدعم ديالهم وعلى التحفيز ديالهم وعلى التشجيع ديالهم لكل المبادرات اللي كيقوموا بها المقاولين الشباب بمدينة مرسيل وبترابع عملية المضيق الفنيدق، لأنه هذه مسؤولية أخلاقية ديال المجتمع المدني أنه يقوم بالدور ديالو في التعبئة ديال الشباب وفي التحفيز ديالهم أنهم يخلقوا مشاريع، خصوصا أنه البيئة بيئة مواتية وكاينة فرص استثمارية كبيرة، وكاينة برامج ديال التمويل وديال التمويل ديال المشاريع اللي أنا كنظن أنه حل الوقت للشباب المرسيلي أنه يحمل المشعل ديال المغامرة ويخلق هذا النوع ديال المشاريع ويدق البيبان، واخا المرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثالثة ما تنجحش المحاولة يعاود يواصل. علاش؟ لأنه ببساطة ما كاينش شي خيار آخر للمواجهة ديال البطالة غير أنه الإنسان يقوم بمشروع ذاتي ومشروع شخصي ديالو اللي غادي يضمن ليه الاستقلالية المادية ويضمن ليه وجود آمن طيلة الحياة ديالو. الحافز الثاني اللي كاين هو أنه بفضل العناية الملكية السامية للمنطقة كاين مشاريع يعني ذات قيمة مضافة عالية على النسيج الاقتصادي المحلي والجهوي والوطني، وكاين دعم على أعلى مستويات للمنطقة من أنها تكون قاطرة وديال التنمية على مستوى شمال المغرب. وأكثر من هذا أنه كاين برامج تمويلية، خصوصا يعني البرنامج الأخير ديال مجلس جهة تطوان الحسيمة بشراكة مع المركز الجهوي للاستثمار وباقي الشركاء ديال التمويل ديال المشاريع. كاينه مشاريع أخرى عندها علاقة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كاينه منصات ديال الدعم ديال المقاولين الشباب، وكيجي الدور ديالنا حنا جمعية فضاء مدابير المقاولين الشباب في مدينة مرسيل أننا نشتغلوا في الحلقة الأخيرة من التجربة ديال المقاولة، هي ما يسمى بالمواكبة البعدية. هذه المواكبة البعدية اللي كنقوموا بها من بعد ما تيكون هذا المقاول يعني تلقى مجموعة ديال الدورات التكوينية في المجال ديال التأهيل الشخصي ديالو أنه يكون مقاول ويكون عنده الكاريزما المقاولاتية ويكون عنده الأدوات والآليات التقنية والإدارية والمعلومات الكافية أنه يخوض الغمار ديال هذا ديال المشروع ديالو. كيجي الدور ديالنا حنا في المواكبة البعدية، المقاول عمل المشروع ديالو، التحديات اللي كيعيش كبيره بزاف، عندها علاقه بالمحيط الاقتصادي، عندها علاقه بتعقيد المساطر الاداريه احيانا، عندها علاقه باكراهات السوق، عندها اكراهات باكراهات التسويق. كيجي الدور ديالنا من اجلنا اننا نفاسيليتي ونوصلو دي فاسيلاتور دو طاش، حنا كنحاولوا نسهلوا ونيسروا من خلال التقاسم ديال التجارب والخبرات اللي ركبناها في هذا المجال هذا مع هذا المقاول، هذا ونخلقوا عائله مقاولاتيه بالمدينه. هذا هو الدور ديال المجتمع المدني في انه يكون تيشع يعني الثقافه الايجابيه في وسط الشباب، وما احوجنا لهذا النوع ديال الثقافة. شكرا جزيلا لكم. يعني كنشتغل في عندي مشروع ديال الحلاقة وتجميل ديال العرائس، وانا كنت خدامة بواحد الوقت يعني شوية كنقولوا انا في الوقت حق، حاليا الحمد لله اصبحت انني راه عارفة شنو عليا وشنو ماشي عليا. وبالنسبة لهاد الدورة التكوينية راه عطتنا فائدة كبيرة، وهذا العرس الكبير اللي كنعتبرو انه واحد العرس كبير، وهذه المناسبة هذه اللي جمعت النساء كلهم ديال المجتمع المدني وخصوصا النساء المرتديات، كنا يعني جوج ثلاثة اللي كاين من فوست مارتي، هي حنا كنخدمو في العمل الجماعي والعمل الخيري في نفس الوقت كان عندنا مشاريع صغيرة.
اصبح تبارك الله دابا مع شحال من واحد، دابا مع واحد من واحد من واحد، وهذا راه كيشجعنا وكيفرحنا وكيفرج القلب ديالنا القلوب ديالنا، لان النساء اللي كانوا داخلين بيوتهم داخل المنازل ديالهم المبتغى ديالنا هو هذا، كنا كنتمنوا انهم يخرجوا فيهم من سوق الشغل ويدمجوا العمل ديالهم من داخل المنازل. اصبحنا دابا كلنا الحمد لله كلشي عنده مشروع ديالو، كلشي عنده يعني مشروع ديال الحلاقه ديالو، وعرف شنو عليه انه راه حتى هو يدخل يعني يستافد من البرنامج ديال الصحه، واش كيقولوا لهم البرنامج ديال الضمان الاجتماعي. الضمان الاجتماعي، وفي نفس الوقت يعني احنا عطينا لهاد الناس هاد الفئه هادي يعني واحد بخصوص هاد الجمعيه ديال تمودافي هاد العام هذا سندتنا وتبعتنا وكان مواكبه زعما على مستوى عادي وما تخلاتش علينا، وهذا كيشجعني ان كنا عندنا معاناه كبيره كنمشيو حتى للرينكول كنروحو حتى للتيتون، وكنشكر السلطه لانها سهلت لنا وعطات لنا فرص، هيئه لنا يعني القاعه هيئه لنا بزاف ديال الحاجات اللي ما بقيناش كنحتاجو، سهلت لنا تسهيلات كامله، وكنشكر السي الباركوك اللي هو دائما كيساندنا ورغم انه كيستقسم الاجتماع بالعماله من مجلس العماله راه دائما كاين تتبع معنا ومواكبه وكيعيط لنا وكيتبع معنا، هذا يسمى الصدور، لان علاش؟ حنا ما كنخدموش بالعشوائيه تبارك الله ما شاء الله راه فرحانين. السلام عليكم، حسن شقر هو عضو تمو دبي لمقاولين الشباب. حقيقه كان اليوم حفل اختتام هو عن عباره عن تتويج ديال العمل ديال تتبع برنامج فرصتي مع وكاله الامم المتحده للهجره. كان اليوم بحضور في المركز الثقافي بمطل، كان عباره عن تتويج للمقاولين والمقاولات الشباب. هي جاءت عن يعني عن مسار طويل للتتبع والمواكبه و يعني التتبع الشباب والشابات في مختلف الميادين، يعني في ما يتعلق سواء بالتجارة أو بالتجارة الإلكترونية أو بالتسوق عبر الشبكات الإلكترونية أو المقاولة بصفة عامة. كان حفل التتويج لتوزيع جوائز عبر المستفيدين من مختلف من طنجة من مدينة يعني قبيل ومن مارتل. نعم، كان جهة طنجة تلوان مارتل الفندق، كان حقيقة كان مقاولين ومقاولات والمقاولين الشباب، كان أمسية رائعة جدا لهذا التطبيق. كلمة شي رسالة تقول هاد المقاولين حقيقة رسالتي لجميع الشباب برنامج فرصتي، ومن خلال نحن في مقاولين الشباب وبرنامج فرصتي بالتنسيق مع وكالة الأمم المتحدة للهجرة، ان يعني القراءه بصفه عامه وحدها يعني خص الانسان يندمج في المقاوله. قد يكون الانسان مقاولا هو مع مستوى الدراسه ديالو مستوى يعني متوسط او جد متوسط او يعني يكون شبه ان يكون منعدما، ولكن فكر المقاوله والفكر ديال المقاوله هو لا علاقه له يعني له علاقه بالميدان، له علاقه بالسوق، له علاقه بالاحتكاك، له علاقه يعني بالشبكه يعني ديال في المجتمع، له يعني العقل يعني ديال المقاوله قد يكون ضعيفا على مستوى الدراسه ولا قد يكون. يعني للامانه ان الناس اللي ان المقاولين الكبار اغلبهم عندهم يعني من ناحيه الدراسه متوسطه. شكرا سي حسن شقور فاعل جمعي بنيت مارتين وعضو جمعيه الفضاء سمو دابا المقاولين شباب. عجبتي حسن شقور. انا مدام سندي اسما من مدينه طنجه مقاوله، وكنتمي كذلك الجمعيه الدوليه للتنميه والاعمال. تحت لي فرصه باش نستافد من برنامج فرصتي اللي بصراحه عطاني واحد لابوي باش انني نديفلوبي القدرات ديالي التقنيه والذاتيه، وكذلك باش نكون مثال للمقاولات النساء والمراه المغربيه تعطي واحد الصوره حتى هي في المجال المقاولاتي. وكنشكركم بزاف على هذه الاستضافه لمدينه مارتيل، شكرا لكم بزاف، وكنتمنوا يكونوا برامج اخرى باش يطوروا المراه المغربيه وان شاء الله تزيد الامام ويكونوا فرص جد مميزه. وشكرا بزاف. كي كنشوفوا الشعور الحضور امام بعض المقاولات من المضيق من الفنادق المارتيل وتم تسليم شهوه تقديره لكم بصراحه هذا شرف لنا بزاف، وشرف بالدرجه الاولى المراه العربيه بصفه عامه
لانها كتحلى هي كتحلى واحد الفرصه انها تبين على القدرات ديالها والمهارات ديالها الخفيه بالمقارنه مع الرجال، وانا تبرز عفوا الوجود ديالها في المجال المقاولات. شي كلمه اخيره رساله تقولها للمراه المغربيه، شي رساله تقول الى كل نساء المغرب والى كل نساء العرب، ما تستسلموش، فالانسان شويه بشويه يمكن له يوصل الى القدام بشويه الاراده وشويه العزيمه، والاهم شيء كامل تكون عندك ثقه في النفس. السلام عليكم، معكم احسان مقاوله من مدينه طنجه. انا شاركت في هذا البرنامج ديال فرصتي لانه اعطاني فرصه باش تعرفت على بزاف ديال الحوايج ما كنتش كنعرفهم، يعني بالنسبه حتى للضرائب، بالنسبه للتعامل مع الشركات، التعامل مع التعاونيات، مع الادارات، يعني شرحوا لنا بزاف ديال الحوايج كنا في الحقيقه ما كنعرفوهمش. مثلا حتى الاداره كنا كنلقاو فيها مشاكل وضحوها لنا بزاف، والحمد لله دابا المشروع ديالي الحمد لله نجح، ماشي الحمد لله مزيان بفضل هاد الفرصه اللي عطاتنا هاد الفرصه، والحمد لله كنشكر الاساتذه اللي كانوا كيدعمونا وكانوا كيشرحوا لنا، وشكرا لكم بزاف. شكرا للباشا ديال مدينه طنجه، كنشكروا ديال مدينه مارتي عفوا، كان يعني حتى هو الحمد لله معنا، يعني كان كيساعدنا وكل شيء، وكنشكر الجميع وشكرا لكم.